يشرفنا طاريها عبد الله ترحب مرحبا ما هم الهم على العود نشكر والشحم في صوانيها وضيف الحفل يلقى الرحبا وطيب الباب وهذه عوايد قوم تحفظ مباديها فرحهم عبد الله شاعر نور بخير اليوم كل القلوب اليوم تهدي تهانيها يا عبد المجيد وماجد النور ترى الأنطار بريق بأبيات القصيد وقوافيها ومبروك يا عبد المجيد جعل السنين طوال كسبت المراجل وانت الفات راعيها فعولك تنوم مسك الأبوها فعولك تاعز البيوت الشامخة عز بانيها أهنيك يا ماجد جعل السعد لك فعزة تبقي أيامك وتهنى بليانيها وريد الكرم وجود والطيب لك منها كفويا لتغذية الجزيلة وتجنيها يا نسل الكريم عبيد هو للكرم مدها ينطح ذرى العليا ويرقى مراقيها سلاطين يا العتبان يا النقر الرطاب لا لها مجد ولا احد يضاهيها اعتبه اعتبه صيتكم ما اضرب المثال في واجهة عاديها ومسك الحاتم مبروك وتحققت لما وجعل السعادة تفكيركم تغشيها هلا مرحبا ترحيب تلهيل والفنجان هلا باب ضيوف اللي يشرفنا طاريها عبد الله ترحب مرحبا ما هم الهم على العود نشكر والشحم في صوانيها وضيف الحفل يلقى مرحبا وطيب الباب فرحهم عبد الله شاعر نور بخير اليوم كل القلوب اليوم تهدي تهانيها يا عبد المجيد وماجد النور ترى الأبطال تباريك بأبيات القصيد وقوافيها ومبروك يا عبد المجيد جعل السنين طوال كسبت المراجل وانت الفات راعيها فعولك تنوم مسك الأبوها فعولك تاعز البيوت الشامخة عسى تبقي أيامك وتهنى بلياليها وريث الكرم والجود والطيب لك منها كفويا لتغذية الجزيلة وتجنيها يا نسل الكريم عبيد هو للكرم مدها يناطح ذرى العليا ويرقى مراقيها سلاطين يا العتبان يا النقر الأبطال بلا لها مجد ولا حزن يضاهيها اعتبه اعتبه صيتكم ما مبروك وتحققت لما وجعل السعادة تفكيركم تغشيها